ليه؟ اكل. تحب تاكل ايه؟ بسله بطاطس. بسله وبطاطس. بسله وبطاطس. طيب تحب تقول لماما ايه؟ حب الماما وقلب ماما وحي ماما. طب نمشي احنا بقى. نمشي احنا بقى يا حم. انا بتاع مدرسة حمزة. انت بتاع المدرسة حمزة؟ انا اللي لبسته لون ازرق وابيض. بيلبس المدرسة واصحابي لون ازرق كل. اصحابه بيلبسوا ازرق زيه في المدرسة. طيب وتقول ايه لمس هند؟ هي بحب. هي بتحبها هي. ماشي. ده مستر احمد على عملت في علوم فين في حيوانات بليه. مستر احمد بيديله درس علوم في الحيوانات. ده درس العلوم. اشكرك يا استاذ احمد مدبولي في المدرسه. بيديله في العلوم. استاذ حمزه بيسلم عليه. عشان بياخد الحيوانات في درس في كتاب العلوم. فهو يعني هو بيحب الحيوانات جدا. فيعني متجاوب معايا. انا هسيبك وان شاء الله قريب هاجي لك بقى يعني كمان شويه كده. وانا عارف ان انت هتعمل حاجات كويسه. ماشي. خد. عايز تقول حاجه؟ ماشي. طيب قوم بقى احضن ماما بقى. لا قوم اقف احضن ماما بقى.